مرحبا بكم في فيديو جديد مع بيوي شانيل. اليوم كنطلع على الفريحات ديالي تنشوفهم كي دايرين، تنقلب لي كاج ديالهم من طبيعه الحال. دابا شويه غادي ننظفهم. دابا هادو لي بيروش صفر كنخرجهم باش حتى هما يطيروا شي شويه ويلعبوا، حيت النهار كامل ما يمكنش يبقاو في لاكاج النهار كامل، فضروري خاص يخرجوا شي شويه. هادو لي كالوبسيت عزيز عليهم يطيروا يجوف عندي، ف عزيز عليهم اللي يلعب معاهم واللي يضحك معاهم. ها هو دابا كيشوف الكاميرا، عارف راسو كيتصور، والاخر الفضولي الاخر راه هو من مورا حتى يقول شنو كاين. كوين كاينه، اللور هي اللي كاينه في لاكاج. كوين ما تطيرش، عندها واحد لو ديفو في الجناح ديالها تيخليها انها ما تطيرش مع الاسف. كلهم تيطيروا. لاكاج ديال لي كالوبسيت شويه خاصها تنقى، دابا نقيها من بعد. الفوق كاين الطاسه ديالهم بالماء، كتكون عامره بالماء باش حتى الا خرجوا ما يجيهمش العطش. ولتحت كاينه لاكاج ديال لي بيروش اوندولي، ها هما. ولو كناري اللي عنده راسو كحل لو كناري اتيت نوار، فوالا. هنا درنا لهم، جبنا داك الخشب ولا الاغصان ديال الاشجار من الغابه ولصقناهم بهذه الطريقه باش يبقاو فين يطيروا وينقضوا بحال هكا. شويه هادشي كيشبه شويه للطبيعه، ومع انه ما عنده علاقه بالطبيعه، ولكن على الاقل فكنحاولوا ما امكن نديروا لهم شي حاجه اللي تفكرهم ولا اللي تخليهم يعيشوا شويه بطريقه طبيعيه. الاغصان ديال الاشجار فهي مزيانه لهم، تتعجبهم، كيبقاو يصايبوا فيهم هكا بالمنقار ديالهم ويقددوا فيهم كما تيقولوا. عزيز عليهم يبقاو جالسين فيهم وصافي، تيطيروا حتى كيشبعوا وتيرجعوا فحالهم. القفصه ديالهم بعد المرات تيدخلوا لراسهم تيمشيو ياكلوا باش يرتاحوا شي شويه وياكلوا. تنبدلو ليهم بطريقة منتظمة الماكلة، الماء، تنديرو ليهم حتى الحمام تنغسلو ليهم. دابا نوريكم في فيديو قادم ان شاء الله، نوريكم كيفاش تنديرو نغسلو ليهم. هما تيغسلو حتى هما الفراخ تيغسلو من طبيعة الحال، خصهم يتنقاو بالاخص في الصيف. دابا الجو شوية سخون فديما الماء خصو يتبدل، الالعاب ديالهم يكونوا عندهم، الكغين والحبوب اللي تياكلو خاصهم حتى هما يتبدلو، وتعمروا الطاسات ديالهم بالماكله. كنديروا لهم البيض، كنديروا لهم الخس، المهم كنحاولوا نوعوا لهم شي شويه باش يكونوا في صحه مزيانه. كناخذوا لهم حتى لي فيتامين
وتنحاولوا عليهم من الكورون دير، يعني خاص ما يضربهمش البرد، لان العصافير ولا الطيور بصفه عامه فهما حساسين بزاف للمساله ديال الكورون دير. تنشكركم على حسن المتابعه، كنتمنى انكم تستمتعوا بالطيور ديالنا لي بيروش اللي عندي في الدار. كنتمنى انكم ايضا الى عندكم شي اقتراحات ولا نصائح ولا تشاركوا معنا الاكسبيريونس ديالكم مع الطيور، تقدروا تشاركوه معنا بكل فرح. حتى نقول لكم شكرا والى الفيديو القادم ان شاء الله. سلامه.